شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد العقرب لشهر أيلول سبتمبر من عام 2018؟ بحب أقول لك استفيد من أول 10 أيام وكون متأني جدا من بعدها. أطلق أعمالك ومشاريعك بالأيام العشرة الأولى وتقدم بطلباتك وسرع بمفاوضاتك حتى تتوصل للأهداف المنشودة. هالفترة بتقدم لك أفضل احتمالات، بتزودك بنشاط، في فرص لازم تستغلها بالوقت المناسب. بس كوكب مارس بيرجع بيعكسك وبيرجع بفوت إلى الدلو بتاريخ 11، بتختلط عليك الأمور، بتضطر لأحداث تعديلات وتتكيف مع مزاجية القدر، خاصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى أكثر المتأثرين بهالذبذبات. حازر من خلاف كبير مع مؤسسة مثلا تنتمي لها، أو مع حزب أو مرجعية أو حكومة. الأفلاك بتهدد بفسخ علاقة بصورة مفاجئة مع حليف أو مع فريق بتشتغل معه على مشروع محدد. لحسن الحظ إنه ميركور بواكبك وبيدعمك وبيخفف من الأوضاع بين 6 و22، فبتجسد بعض الأفكار، بتلاقي حلول لبعض المشاكل، ويمكن يرتسم مسار جديد بتشوفه أنت مناسب. ميركور كمان بيسمح لك بتحقيق بعض الأهداف لأنه موجود بالعذراء، بعض الأهداف المهنية والمالية، وبينيل بعض الفوائد الإدارية. فينوس كمان بيزورك ابتداء من تاريخ 10، بتناغم مع أفلاك أخرى حتى يدعمك ويجعلك بتحقق بعض المشاريع. الطالع بين فينوس وساتيرن وميركور مناسب حتى تطلق أعمال بحاجة للتحريك، أو حتى تنتقل لمنزل جديد أو لموقع مختلف. بس مارس معاكس يا عزيزي، ومارس لما يعاكس ما بيكون كتير لين ولا بيكون متساهل. معاكسته شديدة تتطلب الحيطة والحذر، بتخليك مربك حتى لو حققت بعض الأهداف، بتحس حالك مربك ببعض الأحيان. هالشي بيسبب لك بعض التوتر، بتجاهد من أجل التوقيع على عقد أو الحصول على أسواق جديدة أو شغل منصب أو الربح بمباراة أو بمبارزة. لحسن الحظ أنه ساتيرن بيساعدك ابتداء من تاريخ 8 هتحصل على نتائج جيدة ما توقعتها، وإلى صلة ربما بشيء قمت فيه خلال فصل الربيع. ما تتكاسل يا عزيزي، ناضل، واجه الأوضاع بثقة بالنفس، يمكن تسترجع حق مالي ضاع منك، أو تحصل على زيادة بالعائدات، أو تحسن شروطك ببعض الأعمال. يلتحق كوكب الحب فينوس بكوكب الحظ جوبيتر ببرجك بتاريخ 9، وهاللقاء بيتم كل 12 سنة، بيسمح لك بفتح صفحة جديدة بالمجال العاطفي. نشكر الله أنه في شيء منيح وشيء عظيم، بيوعدك بفرص غنية بهالإطار. انتبه، فينوس وجوبيتر معا ببرجك يعني تغيير بمصيرك العاطفي وسعادة كبرى تغمر حياتك، ويمكن تحقق أنت أمنية. إذا كنت خالي تتعرف على شخص جيد بلقاء استثنائي غير اعتيادي، تقع بالحب، بتعيش قصة غير اعتيادية وجميلة جدا. بس لهالمشهد الفلكي وجه آخر معاكس، ففينوس ولو موجود عندك بواجه يورانوس بالثور هو وجوبيتر، هالشي بيولد كمان بعض الأزمات بحياتك الشخصية، ويمكن تعيد النظر بإحدى العلاقات، ويمكن تتوتر الارتباطات. هالشي بيشير لفسخ علاقة بصورة غير منتظرة، أو إلى رحيل الحبيب لسبب أو لآخر. تعرف مواجهة مع الحبيب أو بيحصل شي بيخليك تغار، أو يمكن تتهدد علاقتك. مشهد التناقضات بيأثر على بعض مواليد العقرب سلباً. مواليد الدائرة الأولى بيرضخوا لبعض الشروط يلي بيفرضها التنافر بين يورانوس وفينوس. بس بدي أقول لك هذا شهر كتير مهم عاطفيا، ويمكن يكون حاسم بحياة بعض مواليد العقرب، ويمكن يشكل مفترق طريق للكتار منهم. إذا شهر مش اعتيادي، بيخبي كتير أمور متناقضة ربما، حلوة كتير في بعض الأحيان، وبتخليك تفكر بتعديل أو إعادة النظر بأحيان.